للمزيد من التفاصيل ينضم لينا عبر الهاتف دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه. دكتور احمد صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك استاذ سار واهلا بيك استاذ باسل. اهلا بحضرتك منورنا دكتور احمد. اهلا بيك يا دكتور، وعايزين نعرف قراءه حضرتك للاستجابه السريعه. الحقيقه ال 34 دوله حول العالم بين زعماء وممثلين كانوا موجودين في قمه القاهره للسلام. يعني بالطبع قمة القاهرة للسلام عكست دلالات مهمة، أبرزها بالطبع الدور المصري ومحورية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط في ظل تفاعلات غير مسبوقة وتصعيد لم نشهده من قبل حقيقة مع يعني مع هذا الكم الكبير من الضحايا من الشهداء من الفلسطينيين وهذا التدمير الشامل. وعكست إسراع مصر إلى حشد وبناء توافق إقليمي ودولي ما نعتبره ما نسميه طيار أو الاحتلال والاحتواء والتهدئة في مقابل طيار التصعيد والذي يغذيه الحكومة الإسرائيلية المندفعة بهستيريا نحو الأعصاب الجماعية للشعب الفلسطيني وتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس برعاية وبدعم للأسف غربي وبدعم عسكري ودعم سياسي ودعم قانون حتى في مجلس الأمن الدولي، هو ما أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تتمادى في هذا الاندفاع وهذا التصعيد الذي حذرت مصر منه يقود المنطقة إلى الهوية ويهدد بتوسع حرب إقليمية. هذا يتعلق به هذا البعد، ولذلك كانت قمة القاهرة هي وضعت خريطة الطريق حقيقة للتحرك على ثلاث مسارات متوازية ومتكاملة. المسار الإنساني المتعلق بالإسراع وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة الذي يواجه أنا في اعتقادي جريمة حرب متكاملة الأرقام من قصف وهدم البيوت على ساكنيها من قطع الكهرباء والمياه والغذاء والدواء وتهديد انتشار الأمراض وقصف المستشفيات والمدارس، وبالتالي في ظل يعني ما نقول موت الضمير الغربي موت الضمير العالمي الضمير الإنساني، وشكلت مصر وشك الرئيس سيسي بطريقة الإنسانية يقوم على أهمية إعلاء الكرامة الإنسانية أيا كان الإنسان ليس لأنه عربي لأنه مسلم لأنه فلسطيني يتم التغاضي عنه بينما يتم الانتفاضة والاندفاع والهبة ما إذا كان التحية من الطرف الآخر. وبالتالي كانت قمة القاهرة تضع الأمور في نصابها، تضع خريطة الطريق فيما يتعلق بتخفيف المساعدات، ولم تكن يعني فيها غرابة أن يتم إدخال المساعدات بالتزامن مع انطلاق قمة القاهرة يوم السبت الماضي، وتستمر مصر في إدخال المساعدات رغم التحديات والعقبات والعراقيل التي تضعها إسرائيل. هذا المسار حقيقة شكل أولوية حقيقة في السياسة الخارجية المصرية لإدراك مصر حجم الكارثة وحجم التحدي وحجم المعاناة التي يعانيها شعب فلسطين الشقيق في غزة. هذا المسار أيضا بالتوازي مع مسار التهدئة وقف التصعيد، لأن تصعيد الحرب واستمرار هذا الاندفاع وهذا القتل الجماعي والتدمير سينذر بحرب وخيمة، إضافة أيضا طبعا إلى المسار السياسي وهو المسار الثالث المتمثل في أن مصر وضعت يدها على الداء وقدمت الدواء. الداء هو أن استمرار الاحتلال وغياب الأفق السياسي وغياب أمال الفلسطينيين واستمرار التشدد والانتهاكات والعدوان على الشعب الفلسطيني هو الذي قاد لهذا الانفجار، وبالتالي لابد من حل هذا الصراع من جذوره من مسبباته وهو ازاله الاحتلال واقامه دوله فلسطينيه على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقيه، بمعنى السلام العادل والدائم والشامل وفقا للمرجعات الدوليه هو الذي سيضمن هذا الاستقرار وهذا الامن للجميع، وهو الذي سيحول البيئه الصراعيه التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط منذ عقود وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى بيئة تقوم على التعاون والازدهار والتعايش المشترك. وبالتالي كانت رسالة مصرية واضحة، كان هذا الحشد الكبير إدراكا بأن مصر أخذت زمام المبادرة في ظل حالة من الاستقطاب الدولي في حالة من الاستفاق الغربي المبكر والداعم لإسرائيل وأسعار الدول الأخضر هو معقدة الامور وما ادى الى ان تشجع اسرائيل على المضي قدما في هذا التصعيد. ولذلك كان الدور المصري كمصر بمثلتها الدبلوماسيه الرشيده النزيهه الفاعله التي تتحرك من منطلق القانون الدولي ومنطلق القانون الدولي الانساني ومنطلق الاحتكام الى التسويه السياسيه الى السلام والاستقرار وليس الى الصراع الذي دائما الخاسر الجميع فيه خاسر. طيب يعني حضرتك أشرت إلى عدد من النقاط المهمة، خلينا فيما يتعلق يا دكتور أحمد نركز مع حضرتك فيما يتعلق بالدور المصري وتطوره على مدار السنوات والعقود الماضية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية، لأنه مع تراجع الدور الأمريكي في كراعي للسلام ورفض الجانب الفلسطيني لها باعتبارها طرف أصبح غير محايد وغير أمين على رعاية السلام، دور مصر في المقابل تطور بشكل كبير على مدار السنوات الماضية لتتحول من كونها مجرد وسيط أو ربما وسيط بيسعى للتهدئة بين طرفي الصراع إلى طرف ربما راعي للسلام وشريك أساسي فيه. تعليق حضرتك على هذه النقطة.
يعني خلينا استاذ باسل نبدا من يعني من الاخر ليس من البدايه، من الاخر عندما قال الرئيس السيسي لن نسمح بتصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب الامن القومي المصري، لن نسمح بتهجير القتلى الفلسطينيين. هذا هو بيعكس الموقف الثابت والراسخ من السياسه المصريه والموقف المصري من دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروع، وبالتالي شكلت القضيه الفلسطينيه ودعم الشعب الفلسطيني محوريه في ثوابت السياسه الخارجيه المصريه. الرئيس السيسي قال مرارا وتكرارا القضيه الفلسطينيه تظل هي ام القضايا، هي القضيه المركزيه في المنطقه، ان مفتاح الاستقرار في المنطقه يكون من خلال حل هذه القضيه، وحذر من ان غياب الحل بيؤدي الى تفاقم بيئه الصراع الذي يدفع ثمنه الابرياء ويكلف المنطقه ويعيق يعني تعيق التنميه والازدهار. وبالتالي كان التحرك المصري الدائم على المسارات الثلاث، ايضا مسارات عديده، مسار دعم الشعب الفلسطيني ودعم اعمار المنطقه الفلسطينيه وايصال المساعدات، اضافه طبعا الى ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحه الفلسطينيه، وراينا كيف ان القاهره استضافت عشرات القاءات لبلوره موقف فلسطيني موحد، اضافه طبعا الى المسار والتحرك على المسار السياسي والعمل على هجد الدعم الدولي والاقليمي لعلاج وهو حل الدولتين. ولكن للاسف هناك تحديات في ظل انحياز الطرف الامريكي لتبنيه للموقف الاسرائيلي، في ظل تعنت هذه الحكومه المتشدده، في ظل يعني تراجع وصمت وربما يعني تراخي من الاطراف الدوليه الاخرى خصوصا الجانب الاوروبي، لكن رغم هذه التحديات فمصر مستمره متواصله في دعمها للفلسطينيين، في تخفيف المعاناه عنهم، في دعم حقهم المشروع، في دعم حقهم في اقامه دولتهم. هذا هو خيار الاستراتيجي ولا رجعت عنه في السياسه الخارجيه المصريه. طيب دكتور احمد، تزامن كمان انعقاد قمه القاهره للسلام مع دخول اول قافله محمله بالمستلزمات الطبيه 20 شاحنه دخلت عبر معبر رفح، قراءتك ايه لذلك؟ بالطبع يعني جاءت هذه التزامن ما بين انطلاق قمة القاهرة للسلام وبين دخول المساعدات العشرين شاحنة، والتي جاءت حقيقة بعد تحديات كثيرة من الجانب الإسرائيلي، منطلة وتعنت وقصف المعبر أكثر من مرة، ويعني هدم الطرق التي تسير عليها الشاحنات، ربط المساعدات واستخدم البعد الإنساني كسلاح في الضغط على الشعب الفلسطيني وربطه بالإفراج عن الأسرى والرهائن. بشكر حضرتك دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية.